نختم بالأخ محمد عادل البكري، محمد عادل البكري بقراءته. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الأخ محمد عادل البكري، ما شاء الله، قراءة ممتازة جيدة، وثمة ملاحظات يعني نشير إليها في القراءة. من قرأ في قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا، تشتروا يعني قدر الإمكان الترقيق، ترقق الشين والتاء وفخم الراء، تشتروا تشتروا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. هنا التاء يجب أن نبقي على شدتها وقوتها، ما ينبغي أن نهمسها في الدرج أو في الوصف فيها في القراءة. ما نقول فتقون، يجب أن تكون يعني قوية. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. اللام العين واللام، يعني العين تكون متوسطة، تعلمون تعلمون، واللام تكون مرققة. بقراءة محمد عادل البكري ومشاركته.